تعال نشوف كابتن حسام غالي ماذا قال في حواره معنا في قناة النادي الأهلي. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. وعقب انتهاء وقاء على المؤتمر الصحفي الخاص باعتزال كابتن ونجم النادي الأهلي طبعا كابتن حسام غالي معايا في هذه اللحظات الكابيتانو. كابتن حسام برحب بك في البداية، ويعني عايز أقول لك إن هو يوم حزين جدا على كل جمهور النادي الأهلي. اعتزال نجم بحجم كابتن حسام غالي أدى الكثير والكثير سواء المنتخب الوطني أو النادي الأهلي على مدار التاريخ. حبيبي أمير أهلا بيك. كان يوم ولابد منه، يعني كل بدايه لازم يكون ليها نهايه يعني. فانا الحمد لله يعني سعيد باللي انا انجزته وقضيته في مسيرتي تقريبا 18 سنه لعيب محترف. شرفت ان طبعا مثلت النادي الاهلي اكتر جزء في مسيرتي كان جوه النادي الاهلي، ده كان شرف ليا. اتمنى ان انا اكون يعني أضفت حاجة أو حطيت جزء من التاريخ الكبير للنادي الأهلي، أضفت عليه حاجة يعني. فأتمنى التوفيق دايما لزمايلي والجمهور النادي الأهلي ومجلس الإدارة، ومزيد يا رب إن شاء الله من التوفيق. القرار صعب، ازاي قدرت تاخد القرار ده خصوصا ان انت ما شاء الله يعني في عز مستواك بتقدم مستوى جيد جدا سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه. الفكر او التفكير بالنسبه لك قبل اتخاذ هذا القرار الهام في مسيرتك الكرويه كان ازاي؟ طبعا قرار صعب جدا، خصوصا مع واحد زي يعني واحد كان حياته كلها للكوره يعني سواء جوه الملعب او بره الملعب. لكن لابد من تاخد قرار، وتاخد قرار في وقت مناسب وبإرادتك انت شخصيا. انا قلت في المؤتمر ان انا خدت القرار ده عشان دماغي خلاص عايز ارتاح، يعني تحملت ضغوطات كتير وتحملت ان الاهلي ما بيقبلش او اللي بيلعب في الاهلي جمهوره ما بيقبلش ب9 من 10، دايما عايز 10 من 10 او اكتر من 10 من 10، عايز دايما اللعيب بتاعه فورمة، عايز دايما المكسب، عايز دايما بطولات. فدي اكبر حاجة صعبة في الكورة يعني، فدي بتحط ضغوطات على اللعيب مهولة. ما بالك انت كابتن فريق ومش شايل هم نفسك بس شايل هم فريق، فالحاجات دي بتحط لود اكتر عليك. فكان الوقت المناسب خلاص ان انا دماغي زي ما قلت في المؤتمر عايز ارتاح يعني بدنيا، ممكن ابقى قادر، جسمي قادر لسه، فنيا قادر، لكن هو الجزء المهم هو الدماغ يعني اللي هي بتدي اشارات للحاجات دي كلها انها تتحرك. فما الدماغ خلاص تتعب ومش قادر خلاص تاني تبقى رايح للتمرين لسه برضو عارف لو طب اقعد اريح شويه في البيت، فاهم الحاجات دي، تاخد راحه، تبقى انت عايز انا بتحب التمرين جدا ده معروف عنك. وبنزل التمرين بدي برضو كل حاجه في اللي جوايا، بس ما الدماغ تفصل لازم خلاص تديها راحتها بقى، خلاص انت تفصل عن الكوره خالص وتبعد وبعد كده تفكر في مجال تاني تاخده بعد الكوره يعني. فده كان القرار جاي من بناء على عن الاحساس ده يعني. وطبعا حاجه برضو اسريه ان ما بقعدش مع عيلتي كتير خالص، انت عارف انت برضو جوه النادي الاهلي بتطلع معسكرات وشايف ان حياه لعيب الكوره في النادي الاهلي كل يوم يومين معسكر، فانت بره البيت طول الوقت، تمارين طول الوقت، معسكرات طول الوقت، انت في الاعياد مش موجود، في رمضان مش موجود، اجازات رسميه مش موجود. فده برضو جزء من اللي خلاني اخد القرار يعني. مسيرة كبيرة وحافلة للكابتن حسام غالي طبعا مع النادي الاهلي خلال على مدار سنوات عديدة جدا مع النادي الاهلي، لكن اسعد لحظاتك مع النادي الاهلي واغلى بطولة بالنسبة لك طبعا خلال المسيرة الحافلة دي مع النادي الاهلي؟ والله في بطولات، انا بالنسبه لي انا بطوله افريقيا 2012 ده كان مباراه عالميه امام الترجي وقدرنا نفوز بالبطوله في رادس. هل نفس المباراه يعني ماتش الترجي في رادس كان وانك تاخد بطوله افريقيا بره ارضك ومن فريق بحجم الترجي ده كانت حاجه كبيره وغاليه جدا علينا، خاصة ان ما كانش فيه مسابقة، انت ما كانش بتلعب دوري وما كانش فيه اي ماتشات بتاخدها، انت بس بتلعب ماتشات ودية جوه مصر وبتلعب بطولة افريقيا. فانك تاخد البطولة دي برضو حاجة كانت غالية جدا. في بطولة دوري برضو كنا كابتن مستر مانويل جوزيه تولى المهمة بعد كابتن حسام بدري في موسم من المواسم،
كنا متأخرين على الزمالك حوالي 8 نقط او 11 نقطة حاجة كده، وقدرنا ناخد الدوري ده برضو، كان دوري جميل. ماتش السوبر بتاع الزمالك في العين ده برضو كان حاجة بالنسبة لي غالية جدا، عشان الزمالك كان واخد مننا بطولتين دوري وكاس، وكان جمهور الأهلي في حالة يعني أول مرة أشوفه فيها، فكان لازم الماتش ده يخلص بفوزنا الأهلي، وده كان يعني قرار أخده كل اللي كان موجود في الفترة دي واللعيبة اللي كانت موجودة، وقدرنا نكسب الماتش وخدنا البطولة. كان برضو بطولة غالية، بس في بطولات كتيرة تانية بقى يعني. طيب القادم هو الأهم، كتير من جمهور النادي الاهلي شايف في شخصيه كابتن حسام البدري او كابتن حسام غالي الناحيه تعود على حسام بدري عشان لقاءات كتير معاه خلال المباريات، لكن كتير من جمهور النادي الاهلي شايف الشخصيه القياديه سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الاداريه الكابتن حسام غالي، انت قررت هتتجه لانهي جزئيه، الناحيه الاداريه ولا الناحيه الفنيه؟ هو القرار موجود طبعا، بس بقول لك ارتاح شويه برضو، ااكد موضوع القرار ده، تبعد شويه، تفصل عن الكوره، وبعد كده تشوف انت ميال فين، دماغك واخدك لغايه فين. طب انت دماغك واخدك لغايه فين؟ انا قلت ان شاء الله تبقى اداره يعني، بس بقول لك الراحه والبعد هو ياكد الموضوع ده ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا رساله لجمهور النادي الاهلي اللي هو مرتبط بكابتن حسام غالي بشكل كبير جدا وبيحبه بشكل كبير جدا، والكثير انا واثق ان هو متاثر بشكل كبير باعتزال كابتن حسام غالي، حابب تقول لهم ايه وهم بيسمعوك في هذه اللحظه؟ اقول لهم شكرا على دعمكم ليا وايمانكم بيا الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني ارتباطي بيكم يا رب ان شاء الله يبقى دايم، دي احلى حاجه حصلت لي في مشواري الكروي ان بقى مرتبط بالجمهور بالارتباط ده. مستنيكم ان شاء الله تشرفوني برضو في 11 مايو، ماتش من غيركم مش هيبقى ليه طعم. اتمنى حضور جماهيري كويس، يبقى يوم وداع اتمنى يعني، وان شاء الله في اللي جاي الاهلي واللعيبه واداره يقدروا يبقوا على قد طموحاتكم ان شاء الله ويحققوا لكم علاقه قويه قوي مع جمهور النادي الاهلي كابتن حسام. والله بشكر ربنا يعني، دي احلى حاجه حصلت لي في الكوره يعني، فان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ليكم، اللعيبه تقدر تفرحكم ومجلس الاداره يقدر يفرحكم في المشوار اللي جاي ان شاء الله. رساله لزمايلك الزملوك على مدار سنين كثيره سواء داخل مصر او خارج مصر، وانت كان ليك مسيره جيده جدا في الملاعب الاوروبيه، حابب تقول ايه بالتحديد للاعبي النادي الاهلي؟ اقول لهم يعني ما حدش بينجح لوحده، انتوا ساعدتوني كتير في اللي انا وصلت له ده، صبرتوا عليا ساعدتوني ودعمتوني، بشكركم وبتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بس برضو مدربين اللي اتدربت معاهم في مسيرتي كلها، بدايه من النادي بيا بدات كوره فيه وانا عندي 8 سنين لغايه مراحل الناشئين كلها في النادي الاهلي من 14 سنه لغايه دلوقتي، المدربين اللي دربوني بره دربت مع اسماء كبيره يعني، فكله اكيد ساب بصمه في شخصيه حسام غالي، فبشكرهم كلهم على اللي قدموه ليا يعني. فرصه وانت معايا برضو نتكلم عن المنتخب الوطني، هو مقبل على بطوله كبيره وكان حلم لكل المصريين وهي بطوله كاس العالم، واكيد كلنا كنا نتمنى ان انت تكون متواجد في بطوله زي دي وتنهي مسيرتك من خلال بطوله زي دي، لكن رؤيتك لتواجد المنتخب المصري في كاس العالم وشايف فرصه ايه في الصعود للادوار المقبله؟ اتمنى لهم التوفيق طبعا، في روسيا بيمثلوا 105 مليون مصري، ربنا معاهم يوفقهم. انا اتوقع انه ان شاء الله نعدي الادوار التمهيديه وبعد كده نفكر في المراحل اللي بعد كده ان شاء الله ربنا معاهم. انا واثق في امكانيات اللعيبه جدا، جيل محترم، في لعيبه كتير على مستوى عالي ان شاء الله، ربنا يكرمهم ويفرحونا ويفرحوا المصريين كلهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن حسام، بالتوفيق ان شاء الله دايما. شكرا. خليك. شكرا.